الآن ينضم إلينا في الاستوديو الإعلامي والدكتور زياد نجيم. دكتور مساء الخير. مساء الحرية. أهلا وسهلا فيك. أشكرك، شكرا على الدعوة الكريمة. دكتور، يعني سأبدأ من آخر المستجدات، يعني ساعات يفترض أنه كانت حاسمة في الدوحة يلي يعني وصل لها الوفد المفاوض، هذا وفد يعني يتضمن في عنا الأمريكي ممثل فيه، أيضا القطري، أيضا الإسرائيلي، على أنه خط أنه نوصل إلى التهدئة. هل تعتقد بأنه هل يمكن فعلا أن نصل إلى صفقة إن كان لوقف إطلاق النار ولو كانت لأيام أو حتى لتبادل الرهائن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أم هذا كله تضييع للوقت، خصوصا بأنه الأشهر الماضية 11 شهر الماضيين ولا مرة كان نتنياهو صادق وكان نتنياهو ملتزم أو يهتم لأي صفقة إن كان لتبادل الرهائن أو لوقف إطلاق النار؟ ولا مرة كانوا الصهاينة صادقين من 1897، يعني من المؤتمر الصهيوني العالمي الأول اللي عملوه ديفيد بن غوريون وتيودور هيرتزل، ونتنياهو ما هو إلا تلميذ بهالمدرسة يلي هو قدوته زيف جابوتينسكي. جابوتينسكي اللي بيحلم بإسرائيل الكبرى واللي بيحلم بالدولة العبرية اليهودية، مع كل احترامي وإجلالي لدين اليهود الكريم، أنا بحترم كل الأديان السماوية وغير السماوية وكل العقائد، يعني العقائد يعني، بس انه نتنياهو هو ابن هاي المدرسة وقدوته جابوتينسكي، وجابوتينسكي ما بيشتغل الا بالنار وبالسيف. هلا هيدا ما بيعني انه بيوجه لنتنياهو كل الناس بيريدوا السلام، وعلى رأسهم ايران وعلى رأسهم بعض الانظمة وبعض الشعوب العربية. يعني انا مع انه مهاجمة وإدانة العدو التاريخي اللي هو الدولة الصهيونية، بس كمان أنا ضد إنكار أنه نطلع نحن بالمراية ونشوف نحن عيوبنا كلبنانيين أولا وكعرب ثانيا. وبالتالي حضرتك حكيت عن صفقة، أنا بسألك أي صفقة؟ صفقة إسرائيلية أمريكية أو صفقة إسرائيلية فارسية أو صفقة فارسية أمريكية؟ هذا أول سؤال. تاني سؤال، لا شك أنه ما في شيء راديكالي، يعني ما في شيء مقص، ما في مقص رح يجي يقص الوضع ويغيره قبل الانتخابات، لأنه الانتخابات الأمريكية بقصد رح كتير تغير بالوضع الإقليمي، بمعنى أنه إذا إجا ترامب، أنا برأيي ترامب هو رئيس السرعة، يعني ترامب مثلا بس إجا ألغي الاتفاق النووي ما عنده مشكلة، عمل عقوبات على إيران، هذا ما بيعني أنه هو بيكره إيران، انتبه، لأنه في بالسياسة في شيء اسمه ريل بوليتيك، يعني سياسة الواقع والواقعية، ممكن كتير يلعبوا مع بعضهم على التناقضات، مثل ما هلأ النظام بإيران عم بيلعب على التناقضات مع إسرائيل. هاي رح نحكي فيها مفصلا، هاي دي قصة الإسرائيل الإيراني طبعا رح أسألك عنها، لأنه أنت حكي عنها بالتفصيل، ولكن خلينا بقصة الصفقة وقصة أنه عم تقلي بأنه ترامب إذا إجا ترامب بيلعب على السريع، ولكن ممكن لعبه بيخدنا إلى الهاوية لما يكون في تصعيد مع إيران. نعرف بأنه نحن كمان ندفع الثمن بلبنان وعدة دول. أنا مش شايف في تصعيد مع إيران أستاذ شادي، لأنه ترامب يعني عمل خناق على إيران، شدد عليها العقوبات. إيه بس إيران بعد عايشة وبعد عندها اقتصاد وبعد عم بتكب صواريخ. هلأ من أسبوعين ثلاثة كبت 180 صاروخ أو 200 صاروخ باليستي، ما حدا عدهم. يعني إيران بلد كبير، وإيران بلد عنده كتير آلاف الشرك الاقتصادية، بلد نفطي، بلد يمكن نووي، ما بنعرف، يمكن هلأ أنا بحكي أنا وياك، يمكن إيران صار بلد نووي، ولكنه يعاني اقتصاديا، يعني يملك من النفط ويملك من المشروع النووي اللي بده يخلصه، ولكن الأزمة الاقتصادية خانقة وتسعى لتحرير ودائعه ومليارده. إذا كان يعاني هذا لا يعني أنه هو عم بنازع، مثل ما بعض الصحف أو وسائل الإعلام العربية المتحمسة يلي أكلتها الحماسة ودفشتها الحماسة على الهاوية بتقول أنه لا، أنه إيران خلصت، كما وقت بيوصفوا حزب الله لأنه قتلوا زعيمه يلي هو السيد حسن نصر الله أو أمينه العام، خلينا نكون دقيقين بالتوصيف، وقتلوا غالبية خلينا نقول القيادات الأولى، بيقولوا أنه خلص حزب الله خلص وانتهى
وهلأ عم بيسطر أعمال عسكرية بالجيش الإسرائيلي ما بتعرف يعني ما في إلا اللي هونيك عم بيشوفوا هني يعني ما في إلا الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله. وإذا كان في صحافة قريبة بتقدر تعرف مزبوط شو عم بيصير. الإثبات إنه الجماعة ما عم بيقدروا يتقدموا أكثر من 3-4 كيلومتر وكل ما بيقربوا 200 متر بيلموا 6-7 قتلى و15 جريح. وبالتالي ما في شيء بعد محسوم أنا برأيي لا سياسيا ولا عسكريا تيجي مراقب معتر مثلي. هلا في كتير ناس معترين مثلي بس مفكرين حالهم انه هن محللين استراتيجيين وكذا. نحن ما بنعرف شيء وانا على راس الليستة انا ما بعرف شيء. انا عم بعطي رايي بكل تواضع كانسان عايش هالازمه الكبيره بهالمجتمع الكبير العربي اذا بدك بهالعالم العربي يلي عم يتغير واللي اكيد بعد اسابيع او اشهر او باكثر تعديل سنه او سنتين رح يكون عم بيواجه لسوء الحظ الشرق الاوسط الجديد يلي فرجيه نتنياهو بالامم المتحده. عم بتسبق علي كتير مراحل لانه هيدا موضوع رح نحكيه، ولكن خليني ضل بقصه الانتخابات الامريكيه. بنسكر هالموضوع بننتقل الى الصراع الاسرائيلي الايراني والردود بنوصل الانتخابات الامريكيه. بس لا خليني بس يعني تقول اذا اجى ترامب خليني كفي لي اذا اجت هارس. قلت لي اذا اجى ترامب يعني بتصير الامور رايحه بشكل سريع و يعني واضح هو ما يريد ترامب، واصلا عنده خبره يعني ما انه اول مره بفوت على البيت ابيض، فما رح تاخذ معه الامور كتير وقت. يمكن تضحك من اللي رح اقول لك اياه هلا، بس بدك اقول لك ليه انا مش حاسب انه ممكن تنتخب هاريس. يعني انت تعتقد انه ترامب سيفوز؟ مش بعتقد، يعني ما بدي اقول بجزم لان انا ما معود اجزم بالحياه. وقت كنت شاب بعمرك كنت اجزم، بعدين اندمت، بعدين شفت انه الحياه منا اسود وابيض، الحياه اوقات كتير رماديه. بس بما انه ترامب بده يوسع الدوله اليهوديه سحب التيكت الرابح باللوتو، هيدا التيكت الرابح باللوتو. اذا انت اخذ رضا اليهود والايباك والمنظمات الصهيونيه والحاخامات الكبار وهيدا شيء حاصل عليه ترامب، انت رايح على البيت الابيض ومرتاح يعني بدون ما تركض وتعرق وتوصل وتنجبر تحلق وتقص شعرك وتاخذ دوش، انت واصل على البيت الابيض. لسبب انا بقول انه ترامب عنده حظوظ كتير 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 عاليه، وأول ما يجي بده يساعد النتنياهو بده يساعده تيحقق مشروعه، وهو التالي احتلال الجنوب، إعادة احتلال الجنوب اللبناني على الأقل للليطاني، واحد احتلال قسم من سهل البقاع اللبناني، ثلاثة الذهاب إلى ممر داود أو ممر ديفيد من خلال القنيطرة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، والذهاب بسوريا بحماية أمريكية إلى الحدود العراقية. هونيك أنا ما بقى أقدر شوف، بس أنا اللي شايفهم بدهم يصيروا هالمرة الجماعة جديين وأبعد بكتير ما نحن مفكرين أنه بس بدهم يكسروا حزب الله، بدهم يفككوا البنية التحتية تبع حزب الله هول، يعملوا المنطقة الآمنة المحروقة على الحدود ما بقى يقبلوا فيها الجنوبية. هاي ما بقى يقبلوا فيها. الجماعة شافوا هلأ انه هاي هي الفرصة الذهبية يلي هي سلاح حزب الله، سلاح المقاومة الإسلامية، سميه ما شئت، هيدي الذريعة المثالية الإيديال مشان يدخل ويعمل مشروعه اللي هو إسرائيل الكبرى يلي هو من النيل إلى الفرات. نظريا هلأ على الأرض عمليا هون بده يصير فيه قدم لأراضي من عدة بلاد، منهم مصر، وهون في مشكلة لأنه في اتفاق سلام مع مصر، ومنهم المملكة الأردنية الهاشمية لأنه في اتفاق سلام مع المملكة الأردنية الهاشمية. مع سوريا العلاقة كتير مشبوهة، يعني ما فيك تعرف انه هن اذا اصحاب او هن اعداء، لا بيتصرفوا كاعداء ولا بيظهروا كاصحاب، عرفت كيف؟ يعني وبهالاطار هيدا المراوغ بالعلاقات السورية الاسرائيلية اثنيناتهم اسوأ من بعضهم، يعني يعطوك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. فبالتالي هلا الاسرائيلي ما قصر، يعني لما عم بيشن غارات على مش عم بيشن غارات على سوريا، عم بيشن غارات على مواقع ايرانيه وحزب اللهويه
داخل الأراضي السورية، بس الإسرائيلي بحياته ما فرجى أي نوع من العداوة المفرطة تجاه السوريين، وبالتحديد تجاه النظام السوري البعثي اللي أسسه الرئيس حافظ الأسد والده للرئيس الحالي الدكتور بشار الأسد. وتذكروا هنري كيسنجر بنهار شو قال لما التقى بحافظ الأسد، قال لهم I love this man. وتذكروا كل التصريحات الإسرائيلية اللي بدأت نسمعها وقت بدأت الثورة السورية عام 2011، كانوا يقولوا إذا فرط النظام السوري لا سمح الله، هيك كانوا يحكوا الإسرائيلية، بس العالم بينسوا، العالم بينسوا. فبالتالي أنا تراها علاقة ملتبسة. نعم تراها علاقة ملتبسة جدا. والدليل قد أو ما يثير هذا الالتباس هو أنه سوريا أيضا لم تدخل في ما يسمى بوحدة الساحات، وما شفناها مش بس لم تدخل يعني ولا كلمة، ولا كلمة ولا كلمة ولا 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 دمعة ولا كلمة ولا حاجب هيك زعل، ماشي ماشي يعني مثل كأنه سوريا بالسويد. هلا برر لهم السيد نصر الله، قال بانه سوريا عانت معنا ومش مطلوب منا بانه تدخل معنا بهيدي الحرب. يعني برر له بوقتها القرد بعين امه شو غزال، يعني مش معقول اذا في علاقه وديه وعلاقه ما بعرف سميها استراتيجيه، انا ما بسميها استراتيجيه بس انه بسموها بين حزب الله منذ بداية الأزمة السورية أو الحرب الأهلية سميها شو ما بدك، ما معقول السيد نصر الله بذكاءه وبحكمته يقول غير شيء. فبالتالي هو عم بيعطينا أسطر وعم بيعزمنا تنقرأ بين الأسطر، يعني هو بيحكي منيح ونحن سميعه. تمام. طيب لكن إذا بالنسبة لك الأقرب إلى البيت الأبيض بحسب تحليلك هو سيكون ترامب وليس هاريس، وبالتالي المشروع ما بين ترامب وأيضا نتنياهو هو هذا المشروع التوسيعي لإسرائيل، وأيضا اللي ما يسمى ترامب قال لهم إسرائيل صغيرة بدها توسيع، بدها توسيع قال لهم إياها. تمام. هلا بيتمه يعني برأيك إذا وصل إلى البيت الأبيض هل هذا المشروع سيعمل عليه على أرض الواقع أم تبقى هذه أحلام؟ يعني شو قدم جزء من الأراضي اللي هي المصرية وجزء من الأراضي الأردنية ومن لبنان وأيضا من سوريا أنه يعني بالآخر أنه بالسبعة وستين شو عملوا بحرب الأيام الستة؟ بس اليوم الألفين احتلوا غزة واحتلوا الضفة واحتلوا الجولان بس الألفين واحتلوا القدس الشرقية. الألفين وخمسة وعشرين ستكون مثل السبعة وستين؟ شو بيمنع تغيروا الجماعة؟ بعدك هلأ إنه عمه وبي وجده كانوا عم بيقاتلوا، هلا هو عم بيقاتل بس كلهم دارسين بذات الكتاب، ما في العقيده طبعا اكيد. بس 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 ما انت هلا من شوي قلت لي بانه 3 كيلومتر مش عم يقدروا انه يفوتوا على لبنان. ايه؟ وبالتالي وين هذا المشروع بده ايه يعني القصه بدها تاخذ وقت، يعني اذا فقط عناصر حزب الله وبالجنوب ما خلوهم بانهم يدخلوا، فما بالك اذا في عندك الجيش الاردني والجيش المصري؟ يعني منا القصه يعني منا بهي السهوله يلي ممكن انه يقدر يحقق احلامه فيها نتنياهو على ارض الواقع. انت سامع بالعم سام؟ سامع بالعم سام؟ العم سام انتو تلفزيون، انتو شركة تلفزيون، بالتلفزيون شو فيه؟ في مخرجين ومنتجين ومقدمين وبروديوسر وكل شيء، وفي كبير المخرجين، كبير المخرجين يعني كبير المخرجين، كبير المخرجين الأنكل سام بيكتب السيناريو وبيشوف كيف بده يتزبط السيناريو وبيمشي. وأكيد يمكن أنا ما أكون هون وقت الوقت اللي بيمشي هيدا مشروعهم، يمكن حضرتك تكون هون لأنه أنت أصغر مني بالعمر مش بالقدر، لا لا بالمنطق ما حدا إيه بيعرف يعني يا دكتور، يعني يخلق الله ما لا تعلمون ما لا أحد يعلم، يخلق الله ما لا تعلمون مظبوط أنا معك، بس بالمنطق يعني نحن بنمشي قبلك بالمبدأ. بس أنا اللي شايفه أنه الجماعة ما رح يكنوا إلا ما يحققوا هيدا المشروع، وما رح يصير سلام بين مزدوجين لأنه هيدا منه سلام الشجعان مثل ما كان يسميه الرئيس الأسد الأب، هيدا سلام الناس الخسرانين، لأنه بالحرب في رابح بيفرض شروطه وبيكتب التاريخ، وفي خاسر بيبكي وبيتباكى وبيقبل بالواقع وبيعض على جرحه، والإيد اللي ما فيك تكسرها بوسة ودعيلة بالكسر. يعني هول الأمثلة
العربية اللي بيبرروا الفشل العربي يلي صار لنا شي 60-70 سنة نتغنى فيه، وكل ما طلع عربي على شاشة التلفزيون بيعمل لك هيك بيعمل لك هيك. لخي شو هول؟ وين فرجوني وين انتصرتوا؟ عشو الانتصارات؟ وين الانتصارات؟ ما تقولولي اليوم وامبارح، قولولي بكرة. بكرة نحن وين أستاذ شادي؟ نحن اللبنانية بكرة وين؟ وين؟ صار في 50,000 من إخواننا الشيعة راحوا على العراق وبلشوا يستأجروا بيوت ويشتروا بيوت ويقعدوا ويبعتوا أولادهم على المدارس، وفي أخبار بغيضة أو غير بغيضة، بس في أخبار بتقول أنه في مشروع إسرائيلي لتهجير الطائفة الشيعية الكريمة على العراق. وأنا ما بستبعد شيء بالمشروع الإسرائيلي، ما بستبعد شيء. كان في مشروع مماثل أمريكاني إسرائيلي لاستبعاد وتهجير الطائفة المسيحية أو الطوائف المسيحية، وعلى رأسهم الطائفة المارونية، وقت اللي إجا دين براون عند الرئيس فرنجية وشحطه سليمان فرنجية، وإجا شاف كمين شمعون وبيير جميل بأول الحرب. يعني كل طائفة أكلت نصيبة وعم تاكل نصيبة. هاي وحدة. اثنين، معروف بمشروع الأنكل سام أنه ما في أبطال، على كل حال بالعالم كله ما في أبطال. تشي جيفارا أنت بتعرف وين دفنينه، قطعوا له أوصاله. ويليام ولس بطل اسكتلندا اللي حرر، اللي جرب يحرر اسكتلندا من بريطانيا، بتعرف وين مدفون؟ الأمير فخر الدين بتعرف إذا مدفون أو كابينه بالبوسفور؟ العثمانيين ما حدا بيعرف. ما في أبطال، ممنوع يكون في أبطال صغار لما بيكونوا الكبار عم بيقعدوا على الطاولة وعم بيقسموا الجبنة. لهالسبب كل الأبطال ماتوا. أول الحرب قتلوا البطل الماروني بشير جميل، بعدين قتلوا البطل الدرزي الزعيم الكبير كمال جملاط، بعدين قتلوا البطل السني، كان أول صدمة سنية الرئيس رفيق الحريري، وهلأ قتلوا البطل الشيعي السيد حسن نصر الله. ما في أبطال، ممنوع بقى يكون في أبطال. إذا الناس بيوعوا شو صار وشو عم بيصير وشو معقول يصير، بيعرفوا أنه مش كل شيء نحنا عم نحلم فيه ممكن يصير، ومنعرف أنه نحنا قسم صغير من هيدا الديل الكبير. وبرجع بقول لك في ثلاث أنواع ديلات، ما منعرف بين مين ومين رح يصير الديل، بس أنا بقول الديل الأكبر هو الديل الأمريكي الفارسي. الفارسي مش بالمعنى العرقي، بالمعنى السياسي. طبعا حدا يخبرني ويفهم عزوقه، لأنه أنا بحكي عزوقي والناس يمكن تفهم عزوقه. فبالتالي ما منعرف شو هو الديل، مش مبين بس هيئته بلش يبين. طب هل يلعب اليوم نتنياهو بنتائج الانتخابات الأمريكية من خلال عدم إيقاف الحرب، من أجل عدم إعطاء ورقة رابحة لهارس؟ هل يعني اليوم صندوق الانتخابية الأمريكية هو ناخب أساسي فيها نتنياهو؟ سؤالك رائع. نتنياهو لا يستمر إلا بالحرب. إذا اليوم وقفت الحرب بكرة بيسقط نتنياهو. هلا يمكن يجي يميني غيره متطرف متشدد أسوأ منه، أنا ما بعتقد في أسوأ منه، بس في يمكن انطور وبتشوف. مش ضروري إذا أجا يائير لبيد محله يكون أفضل منه، انتبه، لأنه كل الناس بينتقدوا كل الناس اللي بالسلطة لأنه مكتوب عجبينهم قوم تقعد محلك، مش بالضرورة يكون هو أفضل منه. هو عنده اللي معه على كل حال، يعني سموتريتش، وعندك بن غفير كمان تطرفهم واضح. أي. يعني بيدعوا للإبادة، يعني اللي عم بيعملوا نتنياهو ما بيعجبهم، يعتبرون بأنه اللي عم بيعملوا نتنياهو هو خفيف. فعندك يعني ما يوازي نتنياهو بالإجرام وأيضا الإرهاب. مشروع الإبادة لا شك فيه، ومشروع الترانسفير لا شك فيه. انت بتعرف سي شادي انه استنادا لتقارير الامم المتحدة، اذا بدك ترفع بس الحطام يلي بغزة بدك 15 سنة، وبالتالي بهال 15 سنة وين بدك تقعد مليونين و200 الف غزة؟ يعني في ترانسفير. ونفس الشيء عم بيصير بالضفة هلا. بس مصر بتقلك بأنه أنا لن أفتح المعبر، وما رح يصير في أي، يعني ما رح يسعوا أنهم يحققوا تهجير الفلسطينيين. نفس الشيء أيضا الأردن بتقلك. المواقف السياسية بتغير مع تغير المصالح، المواقف السياسية بتغير مع تغير المصالح. ممكن يصير في تغيير بالموقف المصري، مش معناتها أنه مصر خانت نفسها، لا، بس ممكن يكون في تغيير، وممكن يكون في تغيير بالموقف الأردني. هلأ عندي شك أكيد، بس ممكن، كل شيء ممكن. بكل الأحوال الموقف الإسرائيلي لدرجة راديكالة أنه قد يجبر الدول العربية أنه تتحمل نتيجة هالترانسفير
يلي تقريبا خلص، يعني في بين 80-90% من أراضي ومساكن وعمارات ومستشفيات وكنائس وجوامع وكل مؤسسات غزة على الأرض، يعني لا يمكن أنه حدا يسكن فيها، وبدك 15 سنة لتشيل الركام والأربعين 45,000 قتيل يلي ماتوا، في يمكن قدهم تحت الحطام، انتبه. وهون الكارثة، يعني في ناس بعد ما دفنوا أحبابهم وولادهم وبياتهم وجدودهم وكلهم وما صلوا عليهم، وهيدي كارثة إنسانية بالنسبة لإلي. فبالتالي أنا ما بتعجب إنه يصير نفس الشيء بالضفة، وإحساسي إنه رح يصير نفس الشيء بالضفة ويعملوا الترانسفير ويرجعوا يكفوا هيدا المشروع من خلال ممر داوود بسوريا. طيب طالما حكينا عن غزة وعن يعني ما تكبدته من خسائر، وفعلا يعني ما بين رفع الركام يحتاج إلى سنوات طويلة فقط، ما عم نحكي عن 15 سنة بالنسبة للأمم المتحدة. طيب برأيك كيف سيكون مستقبل يعني أو يعني حركة حماس بعد يحيى السنوار؟ هل ستبقى على نفس اللي كنا بنعرفه عنها لحركة حماس؟ واليوم إذا بدنا نجي نقول بأنه هل 7 أكتوبر بدل ما تخدم غزة وتحرر غزة، لأن هذا كان المفروض أو كان هذا هو المخطط بالآخر من 7 أكتوبر، الانتفاض على الإسرائيلي اللي خانق غزة، هل 7 أكتوبر بدل ما يخدم القضية الفلسطينية ويخدم غزة بالواقع هو قضى ودمر غزة؟ 3 أمور. أول أمر، حماس فيك تقول عنها شو ما بدك، في ناس بيفكروا انه هي منظمة ارهابية وراديكالية، وفي ناس بيقولوا انه لا هي تمثل الشعب الفلسطيني. هلأ اللي صار على الارض انه حماس اخذت السلطة بال2005 اذا ماني غلطان من بعد انتخابات يعني بطريقة شرعية، صح، ديمقراطية، ما بعرف اذا كانت ديمقراطية بس صار في ولكن شرعية اقل لهم. اثنين، نظرتي لسبعة اكتوبر، انا برأيي 7 اكتوبر لو ما الاسرائيلية عملوا قبة باط، لو ما الإسرائيلية ساعدوا حماس بفتح الجدار الكهربائي ما كانوا قدروا فاتوا بهالسرعة وبهالفعالية حماس وعملوا اللي عملوه. يعني قصدك الاستخبارات الإسرائيلية كانت تعلم وسمحت، طيب ما أفهم أنه عم تقولي أنه في تنسيق، كلهم شباك وموساد وبوساد ولوساد كلهم كانوا يعلمون أكيد، لأنه هاي أكبر ذريعة لإسرائيل لتبلش حرب غزة، وهي أكبر ذريعة لإسرائيل لتخلق ذريعة لحزب الله أنه تفوتوا بحرب ما كانت حربه أساساً. حزب الله ما كان رايد، مش رغبته، يعني أنا حسب ما بفهم أدبيات وذكاء حزب الله، ذكاء الحربة بقصد طبعا، حزب الله هيدي مش حربه بس قال السيد نصر الله، قال بأنه هذه الحرب ما أجت نتيجة تنسيق وما أجت نتيجة علمنا المسبق، يعني قال أنه نعلم أنه كان في بده يصير شيء ولكن التوقيت نحن ما كنا بنعرفه. أنا ماني عم بستغيب هلأ السيد نصر الله لأنه مات، الله يرحم كل اللي ماتوا وكل اللي رح يموتوا، بس مش مهم الإنسان شو بيقول، مهم شو بيفكر. أنا بسمع الناس بس مش ضروري صدق كل شيء بيقولوه، وبالسياسة مش دايما انت بتقولي اللي بتفكره، اوقات بتقول حد اللي بيفكره، اوقات بتقول تحته، اوقات بتقول فوقه، واوقات بدك تقرا بين السطور. انا نظرتي المتواضعه على الامور انه هيدي ما كانت حرب حزب الله، انجر لها حزب الله، ما كانت حربه اساسا، لانه حزب الله حربه بلبنان. وهلا كل الحديث عن كان في ما يدخل فيها برايك؟ انا برايي ايه اكيد كان طبعاً. بيقدر انه ما يدخل ب 8 اكتوبر طبعا يمكن لو ما دخل حزب الله بهاي الحرب ما كنا وصلنا لهون، يعني يمكن ما كان مات السيد نصر الله وما كان صارت الارتدادات الاسرائيليه وصار هالتنكيل اللي عم بيصير بجنوب، يمكن كان صار بس مش بهالسرعه الفائقة. لأنه في ناس بيقولوا لك بأنه الإسرائيلي كان جاهز للحرب وسيقوم بهذه الحرب، وبالتالي يعني لما الناس تجي تقول يوم في عندك أفرقاء بالداخل يلي هن ضد حزب الله، بيجي بيقول لك أنه ورطنا الحزب بهذه الحرب، ولو ما ب 8 أكتوبر ساند غزة نحن ما كان صار فينا يلي صار. بيجيك تاني طرف بيقول لك بأنه لا، من سنة 2015 البيجرز ملغومين، أيضا لاسلكي مجهزين للتنصت وأيضا ملغمين، وبالتالي هذه الحرب كان مخطط لها من سنوات بانتظار أنه متى تنفذ، وبالتالي أنه فعلا هالحرب كانت ستقام على لبنان إذا مش ب 8 أكتوبر بتبلش بأي وقت تاني.
لبنان يعني شو بدي اقول لك، لبنان بين مطرقة اسرائيل وسندان سوريا، بلد ضعيف وبلد مقسم وبلد وين شو وين الايران كمان قلت لي بين اسرائيل و... إيه؟ وسوريا وعندنا كمان الايراني الايراني فات ب 82 الحرس الثوري تاريخيا ايه اجوا ب 82 انا عم بحكي قبل 82 يعني بين ولاده الجمهوريه الاولى عام 43 بشارع الخوري رياض الصلح وعام 82 عام دخول العدو الاسرائيلي والاحتلال الاسرائيلي لأول أو لتاني عاصمة عربية بستة حزيران يمكن فاتوا إذا ماني غلطان. وبالتالي لبنان معتر يعني بين مطرقة وبين سندان. السوري كل ما يقرب ليغمرك لأنه شقيقك بيهضمك وبيفطسك، والإسرائيلي أصلا عدوك ما بحياته ادعى أنه هو صديقك. هلأ بتضحك أنا بس هيدا أدرعي أفيخاي أدرعي المتحدث مدري شو بصير يقول نحن ما عنا شيء ضد اللبنانيين، نحن بدنا نضرب بس حزب الله. هذيك اليوم ما بعرف أي ضيعة بجنوب من يومين ثلاثة زنروا جامع ونزلوا، بكرة يمكن يزنروا كنيسة، بعد بكرة يمكن يزنروا مستشفى مثل ما عملوا بغزة. هيدي محاولات أحداث الفتنة بدي أحكي عنها لما نفوت على الداخل البيور اللبناني، نحكي عن الفتنة وإذا ممكن بأنه تصير، لأنه اليوم كان في تصريح لوزير الخارجية عبد الله أبو حبيب بأنه يتخوف من الفتنة. من نفوت على الفتنة وكيف اللبنانية عم يتعاملوا مع هالموضوع بعد شوي، ولكن كنت عم بسألك بأنه يعني أساسا لو وصلنا لهذا الموضوع عن أنه الحرب ب 8 أكتوبر عم تقلي بأنه لو ما دخل فيها حزب الله يمكن ما كنا وصلنا لهون، فبس قبله بعتقد الوضع ما كان مزري قد ما أنه مزري الآن. بس كنت عم بسألك كان بيقدر يحيد نفسه؟ يعني كان بيقدر السيد نصر الله، لأن كمان قال السيد بنفسه قال أنه لو ما دخلنا بجبهة الإسناد مثل ما اليوم نحن عم نقول عن سوريا وين ما دخلت وحيدت نفسها، كانوا اتهموا حزب الله بأنه ترك غزة، وين مش أنت مناصر للقضية الفلسطينية ومش أنت مناصر لغزة، شوف أنه تباد وأنت مكتف إيدك. بدي لك شغلة، وإذا دخل بتقول بأنه جبت لنا الحرب لعنا وورطتنا وفوتتنا بالحيط، لك سوريا ما عملت شيء، ما صار عندها شيء، بس صار تجاوزات فلسطينية ابتداء من أيلول الأسود وقت البعثة الفلسطينية من عند الملك حسين، صار تجاوزات فلسطينية بلبنان، وبعدين هالشي صار من بعد ما وقعوا اتفاق القاهرة. اتفاق القاهرة خلى الفلسطينيين منظمة تحرير وفتح وغيرها تعمل عمليات من منطقة بالجنوب اسمها العرقوب، سموها فتح لاند، أوكي، يلي عطت زريعة لبلد ما بده زريعة اللي هو إسرائيل إنه يجي يقصفنا. وبس بلشوا يقصفوا الجنوب وصاروا يتهجروا هالناس، مين أكتر طائفة تضررت؟ الشيعة، وصاروا يروحوا ويجوا وينزحوا على بيروت، واجوا قعدوا ببيروت على سان ميشيل وسان سيمون بعدة مناطق وعمروا وبعدهم لهلأ وتضرروا. يلي بدي قلك إيه، إنه لما صار فيه المشاكل مع الطائفة الشيعية وتهجروا الشيعة بالخمسة وسبعين من مناطق برش حمود ومن مناطق كل المناطق يلي المحازية لما كان يسمى المنطقة الشرقية يلي منها حي الشرشبوك محل ما خلق السيد حسن نصر الله وهونيك تربى، هاي المناطق كلها تهجر منها 50 100 200 300 ألف شيعي ما بعرف، ورجعوا تعرضوا لتنكيل إسرائيلي. هل الفلسطينيين إخواننا الفلسطينيين هل وقفوا معهم؟ لا، أوكي. فبالتالي اليوم أنت بعد مدة بتشوف أنه لما بدأت الحرب على غزة ونحن عنا مشكلتنا بلبنان، نحن عنا احتلال مثل ما هن عندهم احتلال، يعني احنا ما فينا نلحق على كذا جبهة، يعني حزب الله ما بيقدر يحارب بسوريا أصلا، أنهك بالحرب السورية، أنهك عسكريا بقصد مش عقائديا بسوريا، ويحارب مع الفلسطينية ويحارب على 200 جبهة ويضلوا مثل ما هو. وبالتالي شو هو السبب المبرر يلي بده يخلي السيد حسن نصر الله كلبناني، عم بحكي كلبناني، يفكر انه انا بدي ساند واعمل وحدة الساحات والمرشد قاعد بطهران عم بيتسلى وعم بيضحك هيك عم بيشوفهم عم بيخبطوا بعضهم، وطهران كلها مضوية والناس عم تسهر وعم تروح وبتجي،
وبغزة الناس عم بتموت وبالجنوب الناس عم بتموت وعم بيروحوا بيوتها وعم بيتكسروا أراضيها وعم بيروح محصولة الزراعي وعم تنداس كرامتها وعم تتهجر. شو المسبب؟ شو المبرر؟ فهمني. إن كان من الناحية الإيرانية ليه؟ الإيراني بيقول لك خي أنا صار لي من 82 بسلحك وبعطيك وبطعميك وبدفع لك معاشاتك بكلام السيد نصر الله، هو بيقوله إنه نحن معاشاتنا وأكلاتنا وسلاحاتنا وصواريخنا كلها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بيقول لك ما أنا عم بعطيك، يلا حارب عني بالوكالة. خي شو حارب عني بالوكالة؟ بلد منهك ومحروق دينه، وكل شخص بيموت يعني في عائلة عم تخترب، وكل شخص بيموت مدني بالجنوب يعني في عائلة عم تخترب، مثل ما نفس العيال اللي اختربوا بغزة. وبالتالي أنا ليه يعني شو بدي يكون كان المبرر تبعي كحسن نصر الله كمقاومة إسلامية كمقاومة لبنانية سميها شو ما بدك، تا أنا اشتغل ضمن وحدة الساحات؟ شو ماشي أنا شو بربح؟ ما بربح شيء، يعني بربح بس هيك. يعني أنت تؤيد كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لما قال بباريس من كام يوم بأنه خلال المؤتمر لدعم ومساعدة لبنان وجمع المساعدات بأنه اللي عم بيحصل بلبنان هو حرب إيرانية إسرائيلية، هذا اللي هلا عم استنتجه من كلامك. أنا ماني مؤمن أنه في حرب إيرانية إسرائيلية، لأنه من أكثر من 2000 سنة أهم حليف للشعب الفارسي هو الشعب اليهودي، وأهم حليف للشعب اليهودي هو الشعب الفارسي. وبذكرك أنه الإمبراطور أو الملك قوروش الكبير سيريوس لوغران هو اللي حرر اليهود من السبي، من سبي نبوخذ نصر، وهو اللي ساعدهم تيستردوا كل ممتلكاتهم وتيعمروا يعني اللي لازم يعمروه، اللي بالنسبة لهم هو بيرمز ل إذا بدك معاني دينية. فبالتالي هاي الكذبة الكبيرة إنه الحرب بين إيران وإسرائيل تجسدت بالمسرحيات يلي قاموا فيها وهم مشكورون الإسرائيلية والإيرانية. أنا كنت بفكر الإسرائيلية بيمثلوا أحسن من الإيرانية، طلعوا الإيرانية بيمثلوا أكثر، هيئتهم اثنيناتهم دارسين بالأكثر. قصدك بالردود يلي صارت لك أكيد شي بيضحك يعني الرد الإسرائيلي يلي صار هلأ على إيران شي بيضحك. خلينا ما زال فتنا بهيدا يعني الموضوع. تما اقول شيء ببكي، تما اقول شيء ببكي، شيء بيضحك يعني ما هو كان عم ينحكى ونقال على السوشيال ميديا من يومين بانه لما الاسرائيلي بده يرد على ايران او حتى لما ايران بدها ترجع ترد او دائما كانه الردود خفيفه جدا، كانه عم يعني بمحل معين ما عم نشوف الرد الفعلي، بينما لما يكون في ضرب علينا بيكون الضرب الحقيقي والضرب الفعلي. يعني علينا تنهال الصواريخ، عنا بيصير في هدم المباني، عنا بيصير في الخسائر بالحجر وبالبشر، نحن عنا عم نشوف قديش صار عدد الشهداء والجرحى، بينما الرد الإسرائيلي على إيران لا يتضمن هذه الخسائر، أيضا الرد الإيراني على إسرائيل ما منلاقي فيه هذه الخسائر. في صدمة جماعية ضمن الطائفة الشيعية الكريمة من النظام الإيراني، وفي شعور مرارة كبير وحزن كبير، حتى لو بدهم يقولوا لي انه لا مش مزبوط الحكي اللي عم بتقوله. انا مهم شو انا مقتنع، انا مقتنع هي قناعتي انه انتركوا من قبل الإيرانية هيدا الانكفاء الإيراني تجاه حزب الله، يعني كبهم بالمعركة وبعدين قال لهم كفوا المعركة، بلشوا المعركة وكفوها لحالكم، وانا بقعد بتفرج وتحت الطاولة أنا عم بشتغل مع الأمريكان أولاً تشيل العقوبات عني، وثانياً تزبط مشروع النووي، والله يعلم إذا الإيرانية هلأ ما صار عندهم قنبلة نووية ما بعرف، بس عندي شكوك جدية إنه هلأ صار عندهم قنبلة نووية، مش معناتها رح يستخدموها، لا ما عم بقول هيك. وبالتالي في مرارة بالشارع الشيعي بما يسمى جمهور حزب الله، بما يسمى الثنائي الشيعي، سميه مثل ما بتريد، انه خي وينهم الجماعة؟ نحن عم ناكل خبيط، الضاحية الجنوبية صارت ارض محروقة، الجنوب في ضيع مثل ما هي، دمرت لعديسك فركلة عيترون الخيام. انا عندي كتير احباب بالخيام، متت بس شفت مشاهد الخيام، كلهم هول كلهم مين بده يرجع يعمرهم؟
جاوبني على السؤال، مين بده يرجع يعمرهم؟ انا برايي مش معروف، ما حدا بيقدر يجاوب على هيدا السؤال، وانا برايي مش بالضروره يقدروا يرجعوا. انتبه، لانه انا برايي هول ما تدمروا الضيعة وما انسحقوا، عم بيصير فيه سحق عسكري مش دمار. يعني هالسياسة الارض المحروقه، ايه سحق، يعني ما بقى فيك ترجع، لانه ما بقى فيك تقعد. يعني ما في مثلا حمام بعده واقف بتحط شي فوق راسك، شرشف او شغله، خصوصا هلا انه موسم شتاء، هلا جاي الشتاء وجاي السقعة، يعني ما حدا في يقعد اذا ما في سقف فوق راسه. وبالتالي انا بشوف انه هيدا السحق عم بيحضر لمشروع اخر، الا وهو مشروع احتلال، وربما ضم، وربما اعلان عن توسيع وقدم اراضي جديده للوصول الى مشروع اسرائيل الكبرى. طالما أتيت على ذكر بأنه هناك غضب لدى البيئة الشيعية بأنه ترك الحزب، وفعلا هذا الكلام قيل خصوصا عند اغتيال السيد نصر الله، بأنه إيران باعت الحزب، وبأنه إيران لما بأمريكا خلص صار الديل، وبالتالي هي من تخلت عن حزب الله. ولكن على أرض الواقع شفنا بأنه الإيراني كتر زياراته إلى لبنان، وشفنا بأنه لم يغادر الساحة اللبنانية، بل جاء ويؤكد ويقول قاوموا وحاربوا وندعوكم إلى يعني، ورد وليد جنبلاط وقال بأنه إحنا ما نطرين حدا يجي يعلمنا نقاوم. وشفناه كمان بالدبلوماسية وبالسياسة، رئيس مئات رد كمان هيدي ما هي بالدبلوماسية وبالسياسة، أنه نحن سنفاوض فرنسا على 17-01. وأيضا بمكان آخر ساعتها الرئيس مئات قال خففوا بس شوي عاطفة عن لبنان. فإجا الإيراني بوضوح عبر رئيس مجلس الشورى الإيراني وأيضا عبر وزير الخارجية الإيراني، وفرج بأنه لا، هو بعده متواجد بلبنان، وبالتالي يناقض يلي عتقليه بأنه باعت الحزب ما إيران. بيقدروا يشحطون، هذه تحركات دبلوماسية، أنت ما فيك تشحط دبلوماسي. انتبه، مين ما كان بيجي دبلوماسي على لبنان إلا الإسرائيلية، لأنه لحد الآن إسرائيل هي بلد عدو، وبالتالي ما فيك تشحطه. هلا بيجي بيحكي شو ما بده. ايه، ما انا عم سؤالي عن اللي عم بيحكيه وعن انه عم بيجي على لبنان، مش عم بقول انا ما بيلزم حدا يلي، لا انا قصدي انه عم بفرجي انه هو بعده متحكم بقرار الحزب، لا، وانه هو متحكم بالسياسه اللي بده يستمر فيها الحزب الايراني. ما هو في تماهي بين برأيه الحزب و هلا في اخبار بتقول، استاذ شادي، في اخبار بتقول انه في مسؤولين عسكريين إيرانيين رفيعين هني عم بيقودوا العمليات، لأنه ما بقى في قاضي كبار. صح، بيقولوا إنه الميدان اليوم بيقولوا في بس مين بيقدر يعرف الإيرانيين اليوم؟ ما فيك تعرف، ولكن ما في شك بأنه الكل عم بيقول لك مبارح بأنه بمقابلاتهم النواب والوزراء بيقول لك بأنه مع بكل اغتيال صار، إن كان مع السيد نصر الله وإن كان مع السيد هشام صفي الدين وإن كان مع أي قادة، دائما في كمان حدا من الضباط الإيرانيين أيضا عم بيكون يعني بهذه الغارة عم بيكون. ليش السيد نصر الله لو ما حدا وشي عليه كانوا قدروا الإسرائيلية قتلوه برأيك؟ يعني فبالتالي ما حدا يخبرنا قصص. هلا الإسرائيلية عندهم تكنولوجية كتير متقدمة، بس لو ما وشيوا على سيد نصر الله ما كان حدا قدر قتله بهالسهولة. هلا نزلوا له قنابل على 15 طابق تحت مستوى الأرض، بس كيف عرفوا بهالدقة هو وين؟ في حدا خانه، في خيانة. هلا هالخيانة ما في خيارين لا ثالث لهما، يا خيانة لبنانية يا خيانة إيرانية. مع الوقت وياها بترجح الإيرانية. أنا برجح الإيرانية. طب ليه؟ طب طالما حزب الله والسيد نصر الله بالنسبة للإيراني هو يعني درة على التاج، يعني يعتبروه كبر كتير، بس لم يخرج كمال جنبلاط كبر كتير، رفيق الحريري كبر كتير كتير كتير، بشير جميل كبر كتير. ممنوع الأبطال بهيدا الشرق الصغير العربي، بهيدا اللبنان الصغير، ممنوع الأبطال. تمام، يعني آخر بطل بهيدا البلد هو السيد حسن نصر الله، هيدا آخر بطل، ما بقى في أبطال، ما بقى حدا يسترجي يعمل بطل. تمام، رح أمشي معك بهذا الكلام، ولكن صح
السيد نصر الله هو أصبح مش بس زعيم بلبنان إنما أيضا لاعب بالإقليم وأيضا يعني بالغرب بيتابع السيد نصر الله شو بده يقول ويعتبره عدو بالنسبة بمعزل إذا أنت بتوافق معه سياسيا أو لا ما في شك. ولكن رغم كل هذه المساحة يلي أخذها ورغم كل هذا الكبر وكل هذه الزعامة يلي أخذها والجماهيرية اسمح لي بس أقول لأنه في شيء غريب بأنه اليوم كتار من الشيعة من الطائفة الشيعية هم مع السيد نصر الله مش تقريبا يعني بتقول مع الحزب يعني بيقول لك فدا السيد وبيقول لك كل شيء يروح فدا للسيد مش مشكله ما بيقول لك انه فدا حزب الله لا اكيد ما فينا يمكن نفصل بين السيد والحزب ولكن في حب في علاقه شخصيه ما بين هذه البيئه وما بين السيد نصر الله كشخص كشخصه فمعك حق تقول بانه كبر كثير ولكن لم يخرج عن يعني ما في تباين بينه وبين إيران مين بيقلك؟ لم يخرج عن الطاعة مين بيقلك؟ دليل بأنه ب 8 أكتوبر فتح جبهة لبنان وما سكره كان يرفض أن يكون هناك يمكن هن ورطوه ويمكن هن طلبوا منه ما فيك تعرف يعني تعرف. أنا اللي قصد وصل لك إياه إنه إذا أنت عم تقول لي بأنه في أب إطباط إيرانية وبالتالي خلص كان في قرار حتى موافق لا أنا قلت في أب إطباط إسرائيلية لدخول حماس بسبعة أكتوبر لا لا قصدي أنه أنت عم تقول بمعنى آخر بأنه السيد يعني بعته إيران مزبوط بس ليه بدها تبيع السيد إيران وهي عندها هذا الزعيم وعندها هذه الشخصية لأنه تحارب عنا بالوكالة هي ليه بدها تحارب وتقتل وتروح ناس من عندها ليه شو مصلحة تتخلص منه ليه بدها تفوت شو مصلحة تتخلص منه لمين ليه بدها تتخلص إيران من السيد بحسب كلامك يعني حسب ما أفهم من كلامك ليه بدها توصل إلى مكان بأنه أن تتخلى عن السيد عم أقول لك كبر كتير أولا وثانيا على المدى الطويل السيد حسن نصر الله بيزعج الإسرائيلية بيزعج الإسرائيلية كتير وبيزعج هي كلمة صغيرة وبالتالي بيناسب كل الفرقاء الكبار الإقليميين أنه شخص بحجم السيد حسن نصر الله يفل من هالدنيا وبالتالي مقتله ناسب كل هول الفرقاء الإقليميين لأنه هلأ يلي عم بيصير إذا عم تنتبه كل الناس المتشددين واللي بدهم حرب واللي عندهم كاريزما واللي بيأثروا على الجماهير واللي بيمونوا على المقاتلين مثل إسماعيل هنية ليش في أكبر منا الفضيحة تبع إسماعيل هنية كيف قتلوه بنص طهران مثل الفضيحة اللي كيف قتلوا قاسم سليماني وين قتلوه قاسم سليماني بالعراق حد مطار بغداد بنص قلب القلب الشيعي النابض القوي ونفس الشيء فضيحة الحاج عماد مغنية قتلوه بحي دمشقي بنص دين العاصمة السورية وما حدا حكي ولا كلمة ولا حدا عمل شيء لا حدا عمل شيء بس مات قاسم سليماني ولا حدا عمل شيء بس مات الحاج عماد مغنية ولا حدا عمل شيء بس مات اسماعيل هنية ولا حدا عمل شيء بس مات حسن نصر الله ولا حدا رح يعمل شيء وممنوع بقى يكون في ابطال وما حدا يجرب يعمل بقى بطل بلبنان لانه في فورمول في كونتكست في 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 صراع كبير رح يوصل على تفاهم اقليمي كبير رح يوصل على هن بيسموه سلام أنا ما بسميه سلام رح يوصل على سلام نحن ما رح نكون في شيء ورح يصير في طريق حرير جديدة وبعدني على رأيي أنا طريق الحرير الجديدة يلي رح توصل إيران بالشرق الأوسط رح يستفيدوا منها إخواننا بالطائفة الشيعية الكريمة بس ما بنعرف كيف وأمتين وأي شيعة إذا كانوا الشيعة الإيرانية أو الشيعة اللبنانية وكل اللي عم بتشوفه بين إسرائيل وإيران هو كذبة وكذبة كبيرة وأكبر كذبة بالتاريخ وبكرة بتشوف من نام ومن قوم ومنشوف مين قاعد على نفس الطاولة يعني ما تفكر انه قضية انتخاب ترامب رح يغير كتير بالاشياء كل الرؤساء الامريكيين يلي اجوا على البيت الابيض حطوا الطاعة لليهود وللايباك ولكل المنظمات الصهيونية والحاخامات الكبار تيوصلوا على البيت الابيض وتيستمروا بالبيت الابيض وكل اللي رح يجوا رح يحطوا هاي الطاعه لانه اليهود هن حاكمين امريكا ومن خلال امريكا هن حاكمين العالم وبدل ما نحن نقضي كل حياتنا ننتقدهم ونسبهم خلينا نعمل احسن انا جدي الياس كان يقول لي وقت كنا صغار بالضيعه بدورس ببعلبك كان يقول لي بس شوف حدا منيح ما تسبه وما تغار منه اعمل مثله
واذا فيك اعمل احسن. وانا هيك بقول لهم، بدل ما تسبوا وتنتقدوا الاسرائيليه اعملوا مثلهم او اعملوا احسن منهم. طيب بس تعقيبا يعني بهذه الاجابه اللي حضرتك اعطيتني اياها هلا بانه ممنوع بقى يكون في زعماء لانه في الشرق الاوسط الجديد، هيدا اللي انت قلت لي اول. انا ما قلت ممنوع يكون في زعماء، قلت ممنوع يكون في ابطال. ابطال بمعنى البطوله. تمام، عرفت؟ يعني بمعنى فخر الدين. هلا مرق كثير رؤساء بلبنان وكذا، بس ما حدا كان عنده رمزيه فخر الدين، وما حدا قدر جمع بقلبه وبفكره وبعواطفه طائفتين كريمتين مثل الموحدين الدروز والموارنة، وحطهم بوجه عدو واحد اللي هو العثماني. يعني فخر الدين كان عنده رمزية، شو صار فيه؟ ما بنعرف وين مدفون. نفس الشيء ويليام والاس بسكوتلندا، نفس الشيء تشي جيفارا بأمريكا اللاتينية، والأمثلة كثيرة. يعني رجعتني هون لما قلت لك بأول الحلقة ترك لي قصة الشرق الأوسط الجديد لبعدين، وصلنا لهون تلقائيا من دون ما أضطر أسألك عنها. لما عم بتقلي بأنه ممنوع يكون في بطل لأنه في ملامح شرق أوسط رح تصير، وهول الخرائط اللي حملهم نتنياهو بإدابة الأمم المتحدة. شرق أوسط كوندوليزا رايس سقط أورفار، شرق أوسط نتنياهو في اتفاق بين الصهيونية العالمية المتمثلة بإسرائيل بنتنياهو، والمتمثلة بأمريكا بعدة حاخامات وشخصيات مهمة على رأس منظمة الأيباك، في شرق أوسط جديد. وفرجينا بداياته نتنياهو لما نرفع الخارطتين، وعلى الخارطتين شفنا أنه غزة، يعني قطاع غزة والضفة الغربية اللي هن بيسموها الويست بانك، هولي ضمن إسرائيل، ضمن الأراضي الإسرائيلية. أورفار أورفار، هلأ اللي معترين الفلسطينية اللي هون واللي هون وين بدون يكونوا؟ أنا مني قادر إلك، لأنه أنا مني لا ليلى عبد اللطيف ولا ميشيل حايك ولا نصرة داميس. بس أنا اللي شايفه أنه هول كل واحد بيطلع منهم بالمبدأ لا رجوع، يعني ما بيقدر يرجع على بيته. يعني مثل مثل العرب 48 فلسطينيين 48 اللي بعدهم لهلأ معهم السكوك ومفاتيح البيوت وبيطلع عليهم وبيبكوا عليهم، بس هون راحوا، هون راحوا مع قيام دولة إسرائيل. فبالتالي أنا برأيي بلش يفرجينا نتنياهو هول المعالم. وهلأ هيدا ممر داود رح تبقى تسمع عنه أكتر، ممر ديفيد، لأنه أنا اللي شايفه أنه بس يخلص من الجنوب وقسم من البقاع بده يطلع صوب القنيطرة، يعني بده يطلع صوب مرتفعات الجولان، ومنها بده يروح على ممر داود، وهنيك بدهم يبلشوا يكتبوا التطورات الجديدة، لأنه هناك في حماية أمريكية. ما تنسى أنه في قوات أمريكية بسوريا، هن رح يأمنوا له الممر تيمشي من مرتفعات الجولان صوب حدود العراق. طيب هيدا إذن بالنسبة للشرق الأوسط الجديد. قلنا أيضا بالنسبة للرد الإسرائيلي على إيران، بالآخر طلع الكل راضي بهذه الضربة. مهزلة. الإسرائيلي راضي، الإيراني راضي، الأمريكي راضي، يعني صوب هذا. يعني الرد الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني على إسرائيل هي مسرحية هزلية تضاهي مسرحيات جورج خباز وزياد الرحباني وشابلن. طيب خليني طالما حكينا عن السيد نصر الله، نعم، غيابه عن المشهد كيف سيكون، كيف سيؤثر داخليا؟ يعني نحن هلا بعدنا بخضم حرب، ولكن بالاخر هذه الحرب ستنتهي. قبل خليني اسالك، فعلا هل يريد نتنياهو انهاء حزب الله بلبنان؟ اقل له اذا مش انهاء حزب الله كله، يعني انهاء الجناح العسكري بحزب الله. هلا هيك ما بقى اليوم، يعني اليوم عم نجي نقول له نحن مع وقف اطلاق النار. انا برايي فصل جبهات حصل، انا برايي اجل يريد انهاء حزب الله وتفكيك بنيته التحتيه، بس يستخدم هذا الانهاء او هذا الهدف كذريعه لتدمير وسحق الجنوب اللبناني على الاقل لحدود نهر الليطاني، على الأقل لحدود نهر الليطاني. هلأ بالبقاع شو بيصير؟ ما بنعرف شو بيصير، لأنه يمكن يتحركوا إخواننا الدروز بي 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 بالقنيطرة وبكل هذه المناطق، يمكن يصير في صدامات، يمكن ما يقبلوا بالمشروع، لأنه ما تنسى أنه هول الدروز هول ولاد سلطان باشا الأطرش يلي عمل الثورة السورية على فرنسا، يعني هول جدعان منهم أنه ناس كيف ما كان يعني. فبالتالي ما بقدر أعرف شو رح تكون ردة الفعل السورية لما بيدخلوا على سوريا، لأنه لحد الآن منذ أن ضم
ضمت إسرائيل مرتفعات الجولان بعتقد عام 1981 إذا ماني غلطان، ما في طلقة انطلقت لا من الجولان ولا على الجولان، ماشي قصص بسيطة هول المتفرقات أنا بسميهم. فبالتالي مني متأكد أنا شو رح تكون ردة الفعل لما الإسرائيلية بيخلصوا من لبنان وبيدخلوا على سوريا إذا دخلوا. طب قبل ما قصة يخلصوا من لبنان، بالنسبة لي حزب الله يعني اليوم لما يغتال سيد نصر الله ويغتال سيد هاشم صفي الدين ويغتال القيادات العسكرية كلها، واضح بأنه هدفه أن يقضي على الحزب، أقل له أنا بدي روح إلى القضاء على الحزب بجناحه العسكري. هل هذا الأمر ممكن أن يتحقق أم لا؟ نعم ممكن، وبدعيك ويعني انك ترجع شوي لورا وتشوف شو صار بالضمير الماروني اذا بدك الضمير الجماعي الماروني بس قتله الرئيس بشير جميل، وبدعيك تشوف شو صار بالضمير عند الموحدين الدروز لما قتله كمال جملاط بما كان يمثل من رمزية. ونفس الشيء هون كمان تفاقم الوضع عند الضمير السني عند إخواننا السنة لما قتلوا الرئيس رفيق الحريري، وهلأ الذروة، هلأ الذروة لأنه ما حدا مثل بهذه الكاريزما وهذا الحضور المؤثر مثل حسن نصر الله يلي كان قادر يأثر بالجماهير واللي كان يكرهه ينطره قبل ما كان اللي بيحبه ينطره تيسمع شو بده يقول. وبالتالي شوف شو صار بجماهير هول، بتعرف شو رح يصير بجمهور السيد حسن نصر الله، ومعروفة بالتاريخ يعني هيدا شيء دائما يتردد يعني بسموه constant historical constant يعني من الثوابت التاريخية انه لما بتقتل بطل رمز بتقتل معه كتير من روح الناس يلي هن معه، مش معناتها انه بيتفرطعوا، لا مش معناتها انه بيوقفوا نضالهم، لا بس ما بيعود في شيء بيشبه الشيء اللي كان قبل ما هو كان. وبالتالي اكيد رح يصير في تغير اجتماعي، اكيد رح يصير في تغير اجتماعي بالبنية الشيعية، مش بالمعنى الديني والمذهبي، بالمعنى الاجتماعي السياسي يعني سوسيوبوليتيك. وبالتالي رح يصير فيه كتير تغيرات، وأنا برأيي لما أنت بتشيل كل هول يلي كانوا عم بيحاربوا واللي كانوا الرؤوس الكبيرة من فؤاد شكر وغيره، يعني أنت شلت كل اللي كانوا عم بيحاربوا، وبالتالي صار أسهل عليك أنك تقعد مع الباقي تعمل مقايضة أنت وياهم أو تعمل نوع من اتفاق سميه شو ما بدك، في مرادفات كتيرة. فبالتالي أنا يعني ما بتعجب إنه بعد وقت منه كتير طويل رح شوف كل هول هلأ اللي عم يتقاتلوا على الطاولة من بعد ما ماتوا كل هالرموز، إسماعيل هنية، يحيى السنوار، حسن نصر الله مع حفظ الألقاب، رفيق الحريري، بشير جميل، كلهم 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 هول رح يوصلوا لمحل إنه يلي كانوا هن رأس حربة الحرب راحوا، وبالتالي صار فيك تقعد مع اللي بعدهم وتحط ورقة عمل جديدة ممكن توصلك لاتفاق ما يقدر ينسجم بطريقة أو بأخرى مع ما يسميه نتنياهو الشرق الأوسط الجديد. دكتور نجام، يعني بالنسبة لي يعني هلأ نحن بعدنا بخضم هذه الحرب وبعدنا يمكن مش كتير واعيين، ولكن بالنهاية هذه الحرب بعد مبلشة. هالقد بتعتبر ايه هي بداية الحرب؟ ليه عم تقول بعدها مبلش؟ لانه التحضيرات والتحصينات يلي حضروها حزب الله بمساعدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من عام 2006 لعام 2024 ما بيقدروا الإسرائيلية يشيلوها بجمعة. قصدك الأنفاق، مخازن الأسلحة، هيدي اللي قصدها؟ كلهم كلهم كلهم. قصدك أنه لن تنتهي الحرب قبل القضاء على كل هذه؟ أكيد. شو لكان طبيعي ما بيقدروا. بعدين الإسرائيلية لو قادرين يتقدموا أكثر كانوا تقدموا، هن كل شيء تقدموا لهلأ يقال حسب الخبراء العسكرية أنه بعد ما تقدموا أكثر من 4 أو 5 كيلومتر بأقصى حد،
وعم بيتقدموا ويتراجعوا، وكل مرة بيرجعوا معهم 5-6-7 قتلى، 3 قتلى، 4 قتلى، 10-15-20 جريح. طيب يعني بالتوغل البري واضح بأنه يعاني الإسرائيلي، يعني هون بطرح عليك هذا السؤال، بأنه هل التوغل البري بالجنوب أعاد تكريس توازن الردع من بعد ما لمس الإسرائيلي بأنه الدخول إلى الجنوب هو منه نزهة ومنه بالأمر السهل؟ يعني هل هذه المعركة تحديدا اللي بالجنوب رجعت أعادت هذه المعادلة اللي هي معادلة توازن الردع؟ لأنه هذه المعادلة كانت قائمة ببداية الحرب، ولكن بالثلاث أشهر الأخيرة ما بتخيل بقى في شيء اسمه أي معادلة ردع، لأنه واضح أنه صرنا عم ناكل الضربات وعم تكون ضربات كتير كبيرة. تعرف قد ايش صار له الموساد والشباك وكل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عم بيحضروا ليغتالوا السيد حسن نصر الله؟ من 2006، من 2006، يعني حوالي 18 سنة إذا حساباتي مش غلطانين، أنا ضعيف بالحساب. طب وما نفذوا هذه العملية برأيك؟ لأنه كل هالفترة 18 سنة ما عرفوا وين كانوا السيد، قادرين ينفذوا قبل ذريعة. كانوا قادرين، بس هلأ كان الوقت المناسب، لأنه بإسرائيل بيشتغلوا، هن أعدائنا وهن بيكرهونا وهن بيعتبرونا جويم، يعني نون جو، يعني بس هن بعقلهم الباطني جويم يعني حيوان، يعني أنا مثلا بيعتبروني حيوان، ما بدي أقول عن حضرتك، بس هن بيعتبروا كل شخص منه يهودي يعني جويم، يعني هذا محلل قتله، محلل تنكيله، محلل تهجيره، وبالتالي بعرف أنا شو نواياهم، بس هن بيشتغلوا على المدى البعيد. وأنا برأيي الاستخبارات الإسرائيلية كل شيء عملوه هلأ كانوا عم بيحضروه من أيام 2006، وحرب 2006 يلي أخذت 32 أو 33 يوم كانت درس بالنسبة لهم، يعني أخذوا درس وأخذوا نوت. برأيك الإسرائيلي كان أزكى منا؟ يعني اليوم الإسرائيلي كان أزكى من حزب الله، أزكى منا كلنا، يعني من 2006 وهو عم يشتغل وعم بيحضر الداتا وبيعرف أسامي الكل. نحن ما بنعرف مين فؤاد شكر، نحن ما بنعرف مين علي كركي، وما بنعرف أشكاله، وما بنعرف إذا قطع من حدنا على الطريق إنه هيدا قيادة مهم بحزب الله، ما بنعرف مين، ما بنعرف وين مكان السيد هاشم صفي الدين، ما بنعرف وين مكان السيد نصر الله. هل برأيك كان الإسرائيلي اشتغل على انه على اشتغل على الداتا، اشتغل بانه يعرف اشكالهم، بصمه صوتهم، يراقب هواتفهم، يفوت البيجرز، يعرف مخططاتهم؟ هل برايك الحرب لانه كانت عم تاخذ منحة انه تكون تكنولوجيه استخباراتيه وليس بتخزين وتكديس الاسلحه والصواريخ بالمخازن استعدادا للحرب؟ جوابا على سؤالك، نحن بنعرف بس مش قد ما لازم نعرف، يعني الامريكان بيعرفوا من 6-83 بس نزلوا لهم عمارة الدراكار وقتلوا 241 مارينز، وبس نزلوا لهم الفرنسوية وقتلوا لهم، بيعرفوا مين كان ورا هالشي وقتها، من وقتها متهمين الحاج عماد مغنية وفؤاد شكر وغيرهم من المسؤولين بحزب الله بهالمقتل، يعني من الثمانينات بيعرفوا، من الثمانينات هن بيعرفوا، وبالتالي في كتير ناس بتعرف، يعني الاستخبارات الفرنسية بتعرف، الاستخبارات الأمريكية بتعرف، الاستخبارات اللبنانية بتعرف، الاستخبارات الفلسطينية بتعرف، وفي كتير ناس بلبنان صحفيين وناس مطلعين بيعرفوا، بس ما بيعرفوا قد ما لازم يعرفوا. وطبيعي انه الإسرائيلية يعرفوا زيادة ويراقبوا زيادة، لانه الإسرائيلية ما بيقدر يعملوا مثل ما بيقولوا بالفرنسي فوبا، يعني دعسة ناقصة، ما بيقدر يعملوا دعسة ناقصة، يعني ضربتهم بدون يضربوه، لأنه لو ما قدروا اغتالوا السيد حسن نصر الله هالمرة كانت راحت معهم بعد. طب جاوبني على السؤال أستاذ دكتور زياد، هل اليوم التوغل البري اللي عم بيصير جنوبا وشباب الحزب اللي عم يقدروا يكونوا هالمقاومين بالفعل على أرض الميدان عم يمنعوا الإسرائيلي أنه يدخل، هل أعادت هذه المعركة تحديدا يعني أعادت تكريس توازن الردع؟ لا، ما عادت تكريس توازن الرعب أو الردع، بسميه مثل ما بدك، بس ثبتت أنه الكوادر العسكرية منا مضعضعة مثل ما البعض فكر، أنه مات فؤاد شكر ومات غيره ومات سيد حسن وكذا وكذا، أنه الضعضعة، ولا ما الضعضعة، يعني مبين أنه بعد في أنه في قيادة بس ما بنعرف مين القيادة، وفي تنسيق بيناتهم. هاي واحدة. اثنين، دايما بحرب الشوارع وبالتوغل وبالحرب تحت الأرض لفوق الأرض، دايما اللي قاعد تحت الأرض أو اللي قاعد بالشارع أقوى بكتير من المهاجم،
لأنه عارف شو ناطره. وهني ولاد الأرض. طبعاً. يلي هيداك منه عارف شو ناطره. بس بالنهاية في واقع بده يصير، ما بنعرف لحد هلأ شو هو هالواقع، بس أنا الواقع يلي شايفه هو كتير بشع. رح فوت معك بالسياسة الداخلية. نعم. بما تبقى لنا من وقت، ولكن اسمح لي أخذ زميلنا محمد فرحات معنا، ولكن قبل في هذا الفيديو يلي بدنا نشوفه، بس بتقول لي الشباب تفاصيل أكثر عنه. هذا الفيديو نشره جيش الإسرائيلي وهو تفجير بكفركلة. خلينا نشوف إذن هذا الفيديو اللي نشره جيش العدو الإسرائيلي عن تفجير في منطقة كفركلة. يعني هي مش أول مرة بنشوف ومش آخر مرة أكيد. إذن بينضم لنا زميل محمد فرحات لمزيد من التفاصيل. محمد مساء الخير، تابعنا هذه المشاهد ورح نرجع كمان نتابعها بعد مرة جديدة على كلامك وعلى تعليقك والتفاصيل يلي رح تعطينا إياها. تفضل محمد. شادي تحية لك ولضيفك ولجميع المشاهدين. هي المرة الأولى تحديدا من خلال متابعتنا للإعلام عن إسرائيل وتحديدا الصفحات الرسمية الخاصة بجيش العدو الإسرائيلي التي يذكر فيها ويسمي فيها إحدى البلدات الجنوبية اللبنانية، حيث جرت العادة طوال الفترة الماضية ومنذ بداية التوغل البري أن أي إعلان إسرائيلي يتم نشره حول ضبط أسلحة أو حتى أنفاس وغيرها، ما يزعم من خلاله العدو الإسرائيلي أنها تابعة لحزب الله، تكون تحت تسمية إحدى البلدات في جنوب لبنان. أما اليوم تم العدو الإسرائيلي بلدة كفركلة في هذا البيان الرسمي الذي قال فيه أن وحدات من القوة 769 التابعة للفرقة 91 كانت قد يعني قامت بالعديد من الأعمال في بلدة كفركلة تحديدا، حيث يعني ضبطت، زعم العدو الإسرائيلي أنه ضبطت كميات من الأسلحة وأيضا مراكز أو بنى تحتية تابعة لحزب الله وتحديدا سمى فرقة الرضوان بحسب البيان الرسمي. اللافت بحسب البيان أن العدو الإسرائيلي يقول بشكل واضح أنها يعني عمليات حصلت في الأسابيع الماضية، وبالتالي هي ليست يعني إجراء أو عمليات ضبط جديدة، خصوصا أننا كنا قد رأينا طوال الفترة الفائتة مشاهد وصفتها الكاميرات لتفجير وجرف تقوم به قوات العدو الإسرائيلي للعديد من المنازل في بلدة كفركلة. أرفق العدو في هذا البيان يعني تصريح لأحد الضباط الإسرائيليين الذي يقول في البيان أن العمل في كفركلة مستمر، وذلك لإعادة الأمن إلى مستوطنة الأنطلي وهي أقرب المستوطنات الإسرائيلية إلى بلدة كفركلة، وذلك من خلال تدمير البنى التحتية لحزب الله بحسب ما يزعم الضابط الإسرائيلي اللي اسمه ميجر معوز تحديدا، حيث يعني يذكر اسم هذا الضابط الذي يتحدث بشكل رسمي. اللافت أن اليوم قبل بعد الظهر قالت المقاومة في بيان رسمي أنه تم استهداف تحركات العدو من كفركلة باتجاه تل نحاس، واشتبكت معها بالأسلحة الرشاشة وطبيعة المدفعية، وبالتالي هذا يؤكد بأن المقاومة حاضرة وموجودة في محيط بلدة كفركلة، حيث يزعم العدو الإسرائيلي أنه يدمر البنى التحتية ويدمر قدرات حزب الله في بلدة كفركلة. لفت أيضا أن المقاومة استهدفت صباح هذا اليوم لأربع مرات متتالية تحركات للعدو في محيط بوابة فاطمة، وهي النقطة الأولى المتاخمة للحدود في بلدة كفركلة، وبالتالي عمليات الاستهداف مستمرة باتجاه قوات العدو الإسرائيلي. تعليقا على موضوع المطلة تحديدا، هؤلاء الجنود وأثناء تواجدهم في بلدة كفركلة يقولون بأنهم يعيدون الأمن إلى المطلة، ولكن أثناء تواجدهم في كفركلة مقابل المطلة كانوا يرون صواريخ تطاير من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنة المطلة التي دولت فيها سفارات الإنذار. ف
طيلة الأسابيع الماضية ومنذ بداية التوغل البري أكثر من 150 مرة بحسب ما تأكد الإحصاءات الإسرائيلية، ودمر من خلالها أكثر من 30% من المنازل التي كانت تحولت إلى مراكز عسكرية تابعة للجنود الإسرائيليين. وبالتالي كل هذه البروباغندا الإسرائيلية والدعائية والمنشورات الدعائية التي حاول من خلالها العدو الإسرائيلي بسط سيطرتها أو إظهار سيطرتها على بلدة كفرسلة وإعادة الأمن إلى مستوطنة أنطلة هي إلى حد ما لا تنطلي على المجريات الحقيقية التي تجري في الميدان تحديدا في القطاع الشرقي. وبالتالي هذه المشاهد رأينا مثلها سابقا في بليدة في مارون الراس في يارون من دون أن يسميها العدو الإسرائيلي، ولكن يمكننا أن نحدد هذه الأماكن. وبالتالي هي تدخل ضمن الحرب النفسية المستمرة من قبل العدو. توقيت نشر هذا البيان جاء أو هذه الصور جاءت بعد الاشتباك المسلح الذي أكدت فيه المقاومة سقوط قتلى وجرحى في سقوط الجيش الإسرائيلي عند محور فركلة تل الحشد. شكرا لك زميلنا محمد فرحات، طبعا تفاصيل أكثر في النشرة الإخبارية بعد قليل. شكرا لك ويعطيك العافية دكتور نجيم. بما تبقى لنا من وقت رح أسألك، يعني بعد اغتيال السيد ذهب الخارج وبعض الداخل إلى الحديث عن نظام جديد بلبنان، عن لبنان جديد، هل برأيك هذا الرهان هو بمحله؟ قبل ما جاوبك على السؤال أستاذ شادي، اسمح لي أقول لك أنه إسرائيل وحزب الله خسرانين قد بعضهم، ما حدا منهم ربح، لأنه الإسرائيلية ما قدروا استرجعوا الإسرائيلية اللي احتجزوهم حماس وقت الفاتوا بسبعة أكتوبر، وما قدروا تقدموا بالجنوب إلا خطوات، وما قدروا بعد حطموا وكسروا بنية حزب الله العسكرية، وبالتالي إسرائيل خسراني لحد الآن، وحزب الله خسران لأنه هو بحجة وحدة الساحات أراد أنه يناصر حماس، ما قدر ناصر حماس لأنه لحد الآن غالبية الغزيين خرجوا من غزة بدون كرامة وبدون مي وبدون أكل وبدون غراضهم وبدون تيابهم. غزة دمرت بين 80-90%، ما بقى تنسكن، ومقاتلي حماس يلي ضلوا يلي بعدهم تحت الأرض، منهم قادرين يطلعوا فوق الأرض. فبالتالي كمان حزب الله خسر وحماس خسر، يعني ثلاث فرقاء لحد الآن، الحماس الفلسطيني وحزب الله اللبناني مع عقيدة فارسية، والإسرائيلي مع عقيدة صهيونية عبرية عرقية شو ما بدك سميها، ثلاثتهم لحد الآن خسرانين. فأنا ماني قادر شوف مين هو القوي 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 يلي بده يقدر يقعد على طاولة المفاوضات، لأن أنت بتعرف القوي هو اللي بيقعد على طاولة المفاوضات وبيفرض شروطه وبعدين بيكتب التاريخ. فوحده الله يعرف من سيكون القوي الذي سيفرض شروطه. بالنسبة للمشهد السياسي الداخلي اللبناني بغياب السيد نصر الله، ماشي المشهد السياسي اللبناني ماشي بالمعادلة الداخلية، إيه يعني بحكي بالمعادلة، يعني احنا قبل كنا اذا بده يكون في انتخاب رئيس جمهورية هل يرضى عنه حزب الله، في تمديد لقائد الجيش هل يقبل حزب الله، في هذا الرئيس الحكومة هل يسميه ويرضى به حزب الله، كان كل ما بدنا نطرح اي موضوع ترسيم ترسيم البحر هل يرضى به حزب الله، هذا واقع كنا بنحاور وكنا بنسأل هالسؤال. يمكن اليوم ما بقى يقدر، يمكن ما بقى يقدر الحزب يفرض يلي هو بده يفرضه. على كل حال بكل الأحوال دائما كان في فريق بلبنان عم بيفرض وبعدين انقهر، يعني من بداية الحرب ياسر عرفات بيوم قال أنا حاكم لبنان، تذكروا بس الناس بينسوا، وصولا للميليشيات المسيحية اللي نكلت بالدولة اللبنانية واستباحت السيادة وباعت الدولة باتفاق القاهرة تتحافظ على زعيماتها، وصولا لكل الزعيمات. نسينا نذكر الامام موسى الصدر المغيب، نسيناه كمان هيدا بطل، بس هيدا بطل من نوع اخر، هذا البطل المسلم الذي كان يصلي بالكنائس المسيحيه، كان عنده شعبيه مسيحيه قد ما كان عنده شعبيه مسلمه. هذا ضمن إطار ذكر الأبطال يلي عم تسميهم هن الزعماء، تحولوا إلى أبطال منهم بس زعماء. طيب خليني بدي ضل لأن بما تبقى قلت لك حزب الله ما بقى يقدر يفرض مثل الأول لأنه ما بقى عنده هالقوة على الأرض، وهيدا شيء حزين
لأنه مش مفروض يصير فيه استقواء واستعلاء لأي فريق، وهيك صار بالحرب وخلصت الحرب وخلصنا كل شيء وكل الميليشيات سلمت سلاحها مع هذا المقاومة، وبعدين صار في استعلاء واستقواء. أنا برأيي هيدا الأمر عم يتخوف برأيك منه حزب الله، لهيك اليوم يرفض بأنه يكون في أي انتخاب لرئيس جمهورية، باعتبار بأنه مش نحن وبهالمرحلة ونحن وبالحرب ونحن ومشغولين، والبعض ينظر ويراهم بأنه نحن سنكون مهزومين ومكسورين، مش بهاي المرحلة نحن منروح إلى رئاسة جمهورية. وقف إطلاق النار أولا، وبعدها منشوف بأنه الميدان عم بيرجع يحقق هذه معادلة الردع، وساعتها نحن منرجع بقوة منفاوض ونطلب ونفرض الشروط. ما بعرف مين رح يكفي هول المفاوضات، لأنه أنا معلوماتي أنه هوكشتين قريبا بعد أسابيع رح يترك الشأن العام ويشتغل بشركة وظيفة خاصة. بشركة خاصة، فما بعرف مين رح يتابع هيدي المهمة تبع هوكشتين. بس يلي أنا شايفه أنه ما رح يقبل نتنياهو يوقف، لأنه يوم اللي بيوقف الحرب رح يخسر منصبه كرئيس وزراء إسرائيل، وبالتالي وقفت الحرب الإسرائيلية يعني ورجعنا لورا. أنا برأيي ما رح يوقف الحرب نتنياهو إلا ما يدمر نهائيا وبشكل كامل ومن دون رجوع إلى الوراء للبنية التحتية لحزب الله وكل الأرمادة العسكرية لحزب الله وكل التنظيم العسكري لحزب الله. طيب دكتور، خلينا نشوف هذا الفيديو سوا. هذا الفيديو نشره جيش العدو الإسرائيلي، ويقول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه في مجمع في مخبأ لحزب الله بجنوب لبنان، وبأنه شن غارة. رجاء نشوف لو سمحتوا الفيديو، بأنه من هذا المكان حسب ما عم بيقول تم شن غارة على إسرائيل، وقال بأنه لحقنا بها في الوقت المناسب، ويجب ألا تتكرر هذه البنى التحتية هنا لأجيال عديدة. هارتسي هاليفي كان قام بجولة مع قائد القيادة الشمالية وقائد الفرقة 98 في هذا المجمع تحت الأرب، واللي هو تابع لحزب الله بجنوب لبنان، ويقول بأنه دمرته قوات الجيش الإسرائيلي نهاية الأسبوع، ومن هون تم شن غارة على إسرائيل. هيدا إذن بالنسبة لهذا الفيديو اللي نشره الجيش الإسرائيلي. شو استفاد؟ ואת מה שמעל הקרקע ולמה צריך לשמור שהדברים האלה לא יחזרו לך. תפסנו את זה בזמן לפני שהיה מאוחר מדי, ואסור שהתשתיות האלה יחזרו כאן לדרום. ראיתי את הנקודה של הכניסה, את כמות התרמילים של إذن هذا هو الفيديو. السؤال الأخير دكتور نجم، إسرائيل قدرت رجعت سكان الشمال على الشمال؟ لا قدرت كسرت بنية حزب الله بشكل كامل؟ لا قدرت استرجعت المحتجزين الإسرائيليين؟ يعني برأيك أهداف الحرب لم تحققها؟ أكيد، لهالسبب الحرب ما رح توقف. إذن لكن لابنا نربط نحن وقف النار بالرئاسة الجمهورية، مفروض أن نذهب إلى انتخاب رئيس. رئاسة الجمهورية ما لها علاقة إطلاقاً لا من قريب ولا من بعيد باللي عم بيصير الآن، ما لها علاقة. بس ما ربطها حزب الله، ربطها قال بوضوح أنه وقف إطلاق النار، ورجع تبنى هذا الأمر الرئيس بالرئال فعلاً وقف إطلاق النار أولاً بعدين رئاسة هيدا شأنه الجمهورية. للرئيس مئاتي، بس أنا بالنسبة لإلي ما في علاقة أبداً بين حدوث أو انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية واي اللي عم بيصير الآن، لأنه اللي عم بيصير الآن رح يكفي إن في رئيس أو ما في رئيس، إن في رئيس قوي أو ما في رئيس قوي، إن في رئيس مدني أو في رئيس عسكري، ما له علاقة. يعني ربط هالأمرين ببعضهم يثبت إنه العالم ما معهم خبر بالسياسة وما معهم خبر بالريل بوليتيك. خلينا دكتور نجيم نشوف هيدا الفيديو، وهو لأضرار غارة بمدينة صور. هذه الأضرار بمدينة صور جراء الغارات المعادية الإسرائيلية اليوم. ضربة من هون، فينا نقول من هون لحد الدينية يا أخواتي. يلا ديروا بالكم، هيدي الضربة اللي ورا فرن بحر يا أخواتي. تمام، بعد في عالم هون، بعد في عالم بقلب الأبنية.
ضربة من هون، فينا نقول من هون لحد الدينية أخواتي. يلا ديروا بالكم. إذن شاهدنا هذا الفيديو للأضرار الكبيرة يلي لحقت بمدينة سور جراء القصف اليوم والغارات المعادية الإسرائيلية عليها. نحن وصلنا طبعا مزيد أكثر بهذا الشأن وما تعرضت له اليوم سور في النشرة الإخبارية بعد قليل. دكتور نجام، أنا بدي أتشكرك على هذه الحلقة اللي كانت شاملة، حكينا فيها يعني دوليا وأيضا إقليميا وأيضا محليا. أنا بدي أتشكرك على هذه الإطلالة. أنا أيضا بتشكرك وبتشكر تلفزيون جديد على الدعوة. أهلا وسهلا فيك دكتور زياد نجام. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا على هذه المتابعة. طبعا التغطية الميدانية ستبقى مستمرة بالإضافة أيضا لأبرز ما حمله هذا النهار على الصعيد السياسي ضمن النشرة الإخبارية. بعد قليل فإلى اللقاء.